روحه يجود والوحدة مفروض ما حد يدافع ولا حد ينصر الدين للمسلمين ونهلي قالنا عصر إلى حسين روحه يجود والوحدة مفروض حد يدافع ولا حد ينصر الدين المسلمين وين هاللي قالنا عصر إلى حسين يا مسلم الخمسة اللي تحتوين لا ثقت مولاه في الشدة ولا معين عالمك عالم مثل كل منهج انت من ندرس بكل الفصول ونركب السفينة صرختك يا مسلم الكنسة اللي تحتوينا يا ثقة مولاه في الشدة ولا معين علمك عالم مثل المنهج انت منه ندرس بكل الفصول ونركب السفينة ما نسينا نهج الإسلام في أسلم تجسد عدم بعث الحسين وجده أحمد ما نسينا والوفا في معدنه راسخ وممتد الشهيد اللي رحل عنا مخلد ما نسينا منهج الإسلام في مسلم تجسد هذا ما بعث الحسين جده أحمد ما نسينا الوفا في معدن حاسخ ممتد الشهيد اللي رح كنا مخلد الوحيد خانة الفعل اللي بايعت رتبت ابن النبي بالعادي سالمت يمشي مع بني السكك لكنها عاهدته انها تفدي للنفس عليها ما رعته وغريبة شرد ومطلوب مسلم حق عادي من أنصار الحسين اللي لفت له وغريبة أحد لا يلتفت أحد يقاوي وقف محتار بألم حزنه يخفي وغريبة شرد ومطلوب مسلم حق عادي من أنصار الحسين اللي لفت له وغريبة حد لا يلتفت أحد يقاوي وقف محتار بألم ما يخفي خدك يا مسلم الخمسة اللي تحتوينا يا ثقة مولاه في جدة ولا معينة علمك عالم مثل المنهج انت منه نسب كل الفصول نركب السفينة صرختك يا مسلم الأمسى اللي تحتوينا يا ثقة مولاه في الشدة ولا معينة
عالمك عالم مثل منهج انت منه ندرس بكل الفصول نركب السفينة ما نسينا ما نسينا ما نسينا منهج الإسلام في أسلم تجسد بعوث الحسين جده أحمد ما نسينا لويفة في معدنه مسيخ ممتد الشهيد اللي روح لأحنا أبو خلد ما نسينا نهج الإسلام في أسلم تجسد هذا مبعوث الحسين جده أحمد ما نسينا الوفاء في معدنه رسيخ وممتد الشهيد اللي روح لنا مخلد الوحيد خانة البيعة اللي بايعته عتبت ابن النبي العادي سالمته يمشي مع بين السكك سكنها عهدته انهت فديل النفس عليها ما رعته ظل وحيد خانة البيعة اللي بايعته كاتبت ابن النبي العادي سالمته يمشي مع بين السكك لكنها عاهدته انهت فديل النفس عليها ما رعته وغريبة شرد ومطلوب مسلم حق أعادي وين أنصار الحسين اللي لفت ليه وغريبة أحد لا يلتفت أحد يقاوي وقف محتار بألم حزن يخفي وغريبة شرد ومطلوب مسلم حق أعادي من أنصار الحسين اللي لفت ليه وغريبة أحد لا يلتفت أحد يقاوي وقف محتار بألم حزن يخفي وطلعت طوعة شافته أجمة العدوان إلا صوب الدار واحد خايف وحيران يخفي دموع والآلام والأحزان هالمهموم وطلعت طوعة شافته أجمة العدوان إلا صوب الدار واحد خايف وحيران يخفي دموع والآلام والأحزان هالمهموم تقل الأجنبي يوقف الباب الأجانب هدرو حل منزلك لا تنزل عليك المصايب تقل الأجنبي يوقف الباب الأجانب هدرو حل منزلك لا تنزل عليك المصايب كلها حاير وخانات بي الكوفة عشيرتي عشيرتي معروفة وانا حزني على الوالي وعلى الحتوفة من هالقوم بوصفك انت مسلم واعظمها خجلتي بك تعال بمنزلي تعال بمنزلي الوالي بروح أبفديك بوصفك انت مسلم وعظمها خجلتي بيك تعال بمنزلي الوالي بروح أبفديك
دخل وهموم الولي دخلت يا ويلي ويك باتي صلي بغرفته وعى الولي يترعى من جاء في الكوفة طعن هالأمر حفظنا موقف يهز الجبل ليش العدو تلقى دخل وهموم الولي دخلت يا ويلي ويك باتي صلي بغرفته وعى الولي يترعى من جاء في الكوفة طعن هالأمر حفظنا موقف يهز الجبل ليش العدو تلقى جت له العدوان فرسان الدعية وحمل حملات العجيب الحاشمية صوت جندل كل عدو بكل روية جت له العدوان فرسان الدعية وحمل حملات العجيب الحاشمية صوت جندل كل عدو كل روية كل سنة نجدد عزانا على العترة الطائرة